السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كريم في فيديو جديد ان شاء الله. هاد فيديو ما غاديش يكون فيديو اخباري، هاد فيديو هو وجهة نظري حول واحد الموضوع اللي عمل ضجة كبيرة كبيرة في المغرب حاليا، هو المقاطعة ديال ثلاثة ديال الشركات. شكون هما هاد الشركات؟ الوجهة ديال النظر ديالي فهاد غادي نفهمها كاملة في هاد الفيديو ان شاء الله. كما كتعرفوا حاليا كاينه واحد الحمله شرسه اللي بدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحال فيسبوك انستغرام على واحد ثلاثه ديال الشركات سيدي علي وسنترال وشركه افريقيا. هاد الشركات ثلاثه زادوا في الثمن ديال المنتوجات ديالهم. الشعب المغربي كامل اتحد وصوت واحد عمل حمله جديده باش يقاطعوا هاد ثلاثه الشركات، باش الشركات تفهم راسها وتنقص من الاثمنه ديال المنتوجات ديالها. الشركه بطبيعه الحال كتبقى تعمل احصائيات وكتبقى تزيد في الاثمنه ديال المنتوجات، كتعمل احصائيات على الطبقه الميسوره ولا الطبقه الغنيه. الشركه مثلا كتزيد 50 فرانك ولا درهم، كتقول ثمن يعني بسيط، بالحق ما كتشوفش الطبقه العاشه، الطبقه الكادحه اللي كاينه في المغرب، واللي هي المغرب اصلا الطبقه الكادحه هي اللي مسيطره بزاف على المغرب بزاف. راه الا زدتي له 50 فرانك بسيطه 20 فرانك، راه ديك 20 فرانك كينوض في 6 الصباح كيجيبها بعراقه، راه ما كتجيه سهله. فاش تزيدها له في الحليب وتزيدها له في الماء وتزيدها له في المحروقات، يعني شي حاجه اللي اساسيه، خصوصا الحليب، الحليب بزاف خصوصا الحليب، يعني شي حاجه اساسيه في الحياه. فاش تزيد له في ثلاثه المنتوجات راه المواطن المغربي شويه ويبقى يخرج بحال شي حماق في الزنقه. لهذا كنضم صوتي لصوت الشعب المغربي بكماله اللي كيدافع على الحقوق ديالو بطريقه راقيه، بطريقه جميله. اللي بداو هاد الناس اللي بداو حمله، صراحه حمله راقيه صراحه. كنتمنى من هنا الفوق يكونوا حملات بحال هيدا اللي هما راقيين وبطريقه قانونيه، بطريقه يعني ذكيه جدا، باش نحاولوا ما امكن الشركات العملاقه في المغرب اللي كتعمل شرع يده، باش تفهم بان الشعب المغربي اصبح او المواطن المغربي اصبح مواطن فاهم، مواطن عايق، مواطن فاهم شنو كيعمل. الحمد لله يا ربي الكثير من الشباب الان قاريين فاهمين واعيين، لهذا عملوا يد في يد باش نحاربوا مثل هذه الشركات اللي كتاكل في العرق ديال كل مواطن مغربي. ايضا كنتمنى الشركات الاخرى تشوف هاد النهضه ديال المواطنين المغربيين كاملين يد في يد في هاد المقاطعه، باش يحاولوا ما امكن يعملوا واحد الاثمنه اللي تكون كتماشى مع الدخل الفردي للمواطن المغربي. الدخل الفردي للمواطن المغربي يعني الطبقه المتوسطه ولا الطبقه العاشه، لماذا لا؟ فهمتي؟ ملي كنشوفوا بعض الفيديوهات ولا بعض الصور كيقارنوا بين قرعه ديال الماء هنا وقرعه ديال الماء في اوروبا، كنجبروا بان اوروبا فيها قرعه ديال الماء الخاصين على المغرب، مع العلم الحمد لله دولتنا تمتاز بالسدود وعندها صراحة مياه كثيرة، الخيرات ديالها كبيرة. يعني خصو يكون الماء بواحد الثمن اللي قد الجيب ولا الثمن ديال الدخل الفردي ديال المواطن المغربي. كنتمنى مصمم من قلب الشركات ثلاثة بهم، سواء سيدي علي وسواء افريقيا وسواء سنترال، يعيدوا النظر في كيفاش كيعملوا باش كيعملوا الثمن ديال المنتوجات ديالهم. نتمنوا يخفضوا الثمن وشابو للشعب المغربي اللي ناض كامل يد في يد باش ينقصوا الثمن ديال المنتوجات. انا من وجهة نظري اضم صوتي الى صوت مواطنين المغاربة الاحرار اللي كيدافعوا على الحقوق ديالهم بكل شفافية بكل ديمقراطية وبطريقة قانونية جميلة. الى هنا يكون تاع الفيديو ديالي، ما كانت من نفسي من القلب، ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك، ايضا عملوا سبسكرايب لاشين باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الى هنا الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.